وليد؟ أجل، أنا وليد الكرة. فليكن هدفي إنذارا لك أيها الشبح. حارس مسجل هدفا رائع. لن ننسى ما حدث، سنعيد المحاولة. حسنا، هيا أروني ما لديكم الآن. لن أخفق، لن أنتظر الكرة حتى تصل إلى قدمي. أنا مستعد. إنها لك. هيا. أستطيع الوصول إليها. أجل، ضيقوا عليه. لا يمكنك تمريرها. انتبه يا عمر. عمر، لا تخافوا، أنا بخير كما ترون. سننفذ الخطة بنجاح. لقد عرفت كيف أصل إلى الكرة، أستطيع تمريرها إليك. سننجح في المرة القادمة. أجل، ولكن من دون لكن يا صديقي. قلت لك إنني بخير. أحسن، قم بواجبك، انطلق. يا إلهي، أخطأت التقدير ففقدت توازني. إنها لي. لن تحزن على خروجك المبكر يا صديقي. هيا آسف، لم ألحق بها. خرج لاعب ضعيف ليحل مكانه الأضعف. شيئاً أرجوك. نعتمد عليك يا شبح. يا إلهي، خرجت في وقت محرج جداً. كنت واثقاً بأنني سأنجح في تمريرها إلى الشبح. لو أنني بقيت لتمكنت من تسجيل هدف التعادل. أخشى أن يخسروا بسببي. لن أسامح نفسي إن هزموا. افعلوا شيئاً يا أصدقاء. عمر، لم أركم منذ وقت طويل. أصدقائي، اشتقت إليكم. لن أترككم بعد الآن. ياسين، أنا مستعد الآن. انطلقوا. هيا هيا هيا. عاد ياسين يا شباب، عاد جناح فريق السعادة. مرحبا بك أيها النسر. ياسين، مرحبا، لقد سررت بمعرفتك. مرحبا بك. هيا. أحسن، لم أره من قبل، ولكنني أظن أننا سنفكر تفكيرا واحدا. نريد هدفا أيها الشبح. أنا مستعد. فهمت قصدك. تمريرة متقنة في الوقت المناسب. سيطر عليها. بدأت براعة الشبح بالظهور. كان يحتاج إلى مساعد ماهر مثل ياسين. لا أصدق، كأننا نلعب مع المنسيين. إنه يدرك ما أفكر فيه. لقد وصل في الوقت المناسب. بدأ ينفذ الخطة من دون الاطلاع عليها.
سينجحان. لن يصعب عليهما تسجيل هدف التعادل. ياسين، الشبح في انتظارك. لقد وصلا، انتبهوا. ماذا؟ لن تصل إليها. ماذا فعل؟ سجلنا هدف التعادل. فعلها. مرحبا بك، اسمي ماجد. مرحبا، انا اسمي ياسين، سررت بلقائك. شكرا لك. مستحيل. يجب الا تغضب يا بني، كان ثنائيا مذهلا. اقدر مشاعرك الان بعدما اهتزت شبكة مرماك. انهض يا وليد، فليكن ما حدث اليوم درسا مفيدا لك. وليد، لم ينتهي الوقت بعد، لا نزال قادرين على الفوز. أجل. اهدروا. لا. الوقت تمام بسرعة. كشف مرماهم. فهمت، لن أضيع الفرصة. افعل ما في وسعك، لن تجني سوى التعب. آخر فرصة لنا. لن تسجل. وليد، أنت بخير؟ ألا ترد التحية؟ لقد قدمت مباراة رائعة بحق. سأحاول الإفادة من الدرس الذي قدمتماه أنت وياسين. ثنائي رائع. أخيرا عثرت على خصم يستحق التقدير، وسأعمل جاهدا لأكون ندا لكما. وليد، قسمنا لقب البطولة، تحقق الحلم أخيرا. أحسنتم يا شباب. لم تكن مباراة اليوم سوى بداية الحكاية، ففي الأحداث القادمة كثير من المفاجآت سنتعرف من خلالها شخصية جديدة سيكون لها دور مهم في بناء حكايتنا. من يكون ذلك اللاعب القوي وأي دور سيؤدي؟ أصدقائي، انتظروا الحلقة القادمة لتعرفوا ذلك. تابعونا. إلى اللقاء يا أصدقائي.